اسمي أسامي. نعم، أنا مدير جمعية خطوات سلام الأشغال اليدوية. طب تسوي في المصنع؟ إحنا هذه الجمعية هي اسمها جمعية خطوات سلام الأشغال اليدوية. طبعاً هذه الجمعية قمنا بتأسيسها بالتعاون مع جمعية فيتو تيرا، مؤسسة فيتو تيرا في إيطاليا، وعن طريق دعم من القنصلية الإيطالية مشروع البينكس بي، وبدعم من بنك كاريبلو وعدة من المؤسسات والبلديات الإيطالية التي قامت بدعم هذا المشروع. طبعاً هذه المؤسسة تقوم على صناعة الصنادل وتسويق هذه الصنادل في أوروبا، في إيطاليا وفي فرنسا، في أرجاء أوروبا، وجمع الدعم من خلال بيع هذه الصنادل وتقديم هذا الدعم إلى جمعيتين تعتني بالأطفال اللي هو مركز الطفل للثقافة والتنمية مخيم قلنديا، وجمعية القدس للتأهيل والتربية الخاصة في شعفاط. طبعاً هذول الجمعيتين يتم فيهم دعم الأنشطة والخيمات الصيفية وكل الأنشطة اللي تهتم وتعتني بالأطفال. طبعاً هاي الجمعية احنا أسسناها بناء على دراسة، وأجت هذه الفكرة انه نبني مشروع اقتصادي داخل المخيمات، لانه احنا في المؤسسات دائماً داخل المخيمات الفلسطينية تفتقر الى الدعم الاقتصادي من اجل تشغيل الطاقة وتشغيل الأنشطة داخل هذه المراكز. ورأينا انه السياسات تتغير في أوروبا، ومعظم الانتخابات تختار البلديات توقف عن الدعم لفلسطين وللمخيمات، فأجتنا هذه الفكرة على أساس نبني مشروع اقتصادي. قمنا بتجربة ببيع الصنادل المصنوعة في فلسطين وفي الخليل في إيطاليا، ووجدنا أن هناك رغبة شديدة من الأوروبيين لشراء هذه الصنادل. طبعاً هي الصنادل مكونة من الجلد الأصلي. قمنا بتدريب عمال، أخذنا عمال من داخل المخيم، 4 عمال أخذناهم وعملنا لهم برنامج تدريب، برنامج عملي وبرنامج نظري في الخليل، وقمنا بتدريبهم على هاي على الصناعات الجلدية، على صناعة الصنادل بشكل أخص في الخليل لمدة 3 شهور. حالياً إحنا ابتدأنا بإنتاج الصنادل داخل المقر المؤسسة، مقر الجمعية تاعتنا اليوم. طبعاً الطاقم المؤسسة مكون من مدير ومحاسب و4 عمال، بالإضافة إلى خبير في مجال الصناعات الجلدية وصناعة الأحذية والصنادل اللي هو متواجد بشكل دائم مع العمال. طيب شكرا. هذا اسمي أحمد عيسى، كانت شكرا. تعرف على اسم؟ أنا اسمي داريو من إيطاليا، وبشتغل أنا مؤسسة اسم بنتو تيرا. شو الهدف من تبنيتوا هاي المؤسسة؟ احنا بنشتغل هون في مخيم كلانديا من سنتين، وبلشنا شغل مع مركز الطفل، وهلا قبل سنة بلشنا كمان هذا مشروع للمصنع، مصنع سنتين. طب شو الهدف؟ المصنع احنا نعمل صنادل فلسطيني، افرجيكم هذا صنادل من هون من هذا المصنع، وإحنا بنشتغل مع 2 مؤسسات، مركز التفل من مخيم كلانديا ومركز موحين من مخيم شعفاط، وفي 3 مؤسسات من تويتيرا والتنين من مخيمات عشان هذا مصنع نو بروفيت، يعني كل المصاري تيجي هون من الصنادل الأول إحنا بندفع كل الأمن نشتغلهم، وإذا في مصاري كمان إحنا بنساعد المؤسسات يعملوا شغل للأطفال في مخيم شعفاط ومخيم كلانديا. زي ما حكى داريو إن إذا بزيد مصاري يشتغلوا في المصنع ويزيد التطوعات تبعهم. أنا اسمي سيرة دامي كنت.